Bonjour, tout d'abord, c'est un travail qui a commencé depuis longtemps par le Malik Diana Mohamed Hassan Tchani. مؤخرا شنو سميتو الزياره ديال الملك الموريتاني تزامنا مع الوقائع اللي وقعوا في الكركارات، وهذا تاكد بان موريتانيا غادي تسحب الاعتراف ديالها بوليزاريو سو كي فاش ان شاء الله دون مانيير دونك بروبابل بور لو ماروك. دونك اكتوالمون مني البوليزاريو ما احترموش الوقف ديال وقف اطلاق النار، سيتادير كو الدول كامله سحبها غادي تسحب الاعتراف ديالها شنو سميتو بالبوليزاريو. واضف الى ذلك كون كو يا بليزيور بيي اللي داروا السفارات ديالهم في العيون وفي الداخله، سيتادير اكتوالمون المجتمع الدولي كامل غادي يسحب الاعتراف ديالو بالبوليزاريو، وهذا تدل وتأكد بأن الصحراء مغربية وغادي تبقى مغربية إلى الأبد الآبدين. يعني المبادرة ديال جلالة الملك زيارة القيام تبادل الزيارات مع فخامة الرئيس الموريتاني مبادرة في مستوى عالي من الحكمة ومن النظرة البعيدة، وإن شاء الله غادي ستأتي أخلاها في القريب العاجل إن شاء الله في إطار العلاقات ما بين البلدين الشقيقين، بلدنا الحبيب المغرب والشقيقة موريتانيا. إن شاء الله مستقبلا غادي يكون واعد في العلاقات بين البلدين. في نفس الإطار يعني المغرب ماضي إن شاء بحكمة وعزم في تثبيت أحقيته في الكون في صحرائه، وأن تكون الصحراء في مغربها، ويعني هذه كلها مبادرات تأتي في الوقت المناسب وبالزخم المناسب وبالتأييد المناسب بإجماع المغاربة والأشقاء والإخوان عبر العالم. وعبر التاريخ العلاقات ما بين الجارة الشقيقة موريتانيا والمغرب أخوية وعريقة، لكن هناك خصوم من المملكة هم الذين يحاولون دائما خلق العراقيل لعزل المغرب عن موريتانيا وبالتالي عزله عن أصله الإفريقي. وأظن أن هذه الزيارة الملكية الميمونة ستحاول أن تعيد العلاقات إلى ما كانت عليه في التاريخ والحالة العادية التي كانت عليه، ونتمنى أن تكون بادرة لمحاولة إنشاء ما يسمى بالمغرب العربي. زيارة ميمونة وكتأكد بأنه كاين واحد العلاقة طيبة ما بين المغرب وموريتانيا. وهذه القضية الكركرات هي قضية في الحقيقة إيجابية بالنسبة لا للمغرب ولا لموريتانيا، باش يوقفوا على مكامن الخطأ ومكامن الضعف في العلاقة الثنائية بين المغرب وموريتانيا. وحنا الملك ديالنا الله ينصرو، الملك ديالنا غادي في الاتجاه الصحيح سواء على المستوى الداخلي ولا السياسة الخارجية، يعني مسائل إيجابية بالنسبة للمغرب. غادي تحرك الاقتصاد لأنه الدافع الأساس هو الاقتصاد، وغادي تكون بادرة خير في 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 حل مشكلة الصحراء، لأن مشكلة الصحراء لو أنه تحل لكانت القضية يعني جيدة جدا للمغرب وللعمق الإفريقي. الزيارة الملكية الموريتانية كنلاحظوا أن كان هناك مشكل ديال الكركارات، وكان أن موريتانيا كانت أنها المحايدة في هذا الملف، وكان واحد الاتصال ديال جلالة الملك بالرئيس الموريتاني، وتم اتفاق أنه يكون واحد الزيارة متبادلة بين الطرفين، وهذا راه في صالح المغرب، غادي يخدم القضية ديال الصحراء. وحنا كاع اللي حنا مع صاحب الجلاله كاع اللي اتخذها، حنا مع القضيه الوطنيه ومع الصحراء ومع حل مشكل الكركارات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.